يا عزيز تقولنا الاسباب يا عزيز الازمه ما كايناش. الازمه اللي كيخدم على راسو فلوس دراسه تقول لي ازمه البلاد هذه خيرات. سيدنا فتح الباب للتجاره وفتح الباب للوظيف وفتح الباب للعسكر والبوليس وخدام على راسك تقرا سير المخزن ما قريتش ساجد بي 20 عبد الله يبخي عبد السلام. مرحبا بكم مشاهدي متابعي قناه شوف كل شيء. الحمد لله مرحبا بكم متابعي مشاهدي قناه شوف تي في مباشره من السوق الاسبوعي اللي نحاولوا من خلاله نقربكم من الاجواء السوق والاسمنه بما اننا في موسم الحرث والمنطقه قرويه تعتمد على الفلاحه. خيرات كثيره هذه عنده خير بلاتي. واش وسيدنا شوف كبير هذا سيدنا مخلي الحريه للبشر كيف يديروا. عنده جميع الحبوب عنده القطنيه كامله الزرع. بلاتي السؤال هو مهم. هي كيدير المعامله ديالو مع الناس مزيانه المعامله بخير كيتعامل بواحد الثمن يعني منخفض يعني كيتعامل مع الزبون مزيان. واو السوق المعقول. السوق المعقول في التجاره ما كيديش الناس. ايه لا بغيتي يعني بيعوتي لي خصك وحلايلي. انا كنت جالس انا على الخنشه عجبني الخنشه عجبتني الجلسه ماشي مشكل. البيع والشراء هي الشراء مزيان وكيبيع ويشري عنده قطنيه كامله. انت واش تشري ولا تبيع وتشري؟ انا كنبيع ونشري انا في القطنيه والحبوب وكل شيء. كيدايره الحركه؟ الحركه مزيان الحمد لله الخير موجود. الحركه مزيانه أثمنة مناسبة. مواطن كان وين دابا أنت تقول أثمنة مناسبة المواطن عاود يقول لك غلا. الله يكون لا ما كاين لا غلا لا والو. الأثمنة شحال كنديو؟ كنديو 10 ريال في 10 ريال في الكيلو. شحال كنديو؟ ما كنديوش بزاف. 10 ريال في الكيلو راه فيها ترونسبور فيها كل شيء. كدورو الأسواق كاملة. إي كدورو الأسواق كاملة. أنا شنو السواق اللي تدير أنتايا؟ أنا كندير الحاد كندير الأربع كندير الخميس ديني ربيعة كندير الثلاثة العين دريج كندير. عندك كليان ديالك؟ عندي كليان ديالي كيجيو عندي. كيبيعوا لك وتشري منهم؟ كيبيعوا لي وكنشري منهم. كيدير علاقة ديالك مع الكليان؟ علاقة مزيان الحمد لله مزيانة بخير. ما تيرجعوا لك شي هكا شي سلعة مثلا؟ لا أنا ما كنغوتش نمشي ما كنطيب السلعة مزيانة ما كنطيبش السلعة اللي ناقصة ولا هادي. ما كاينش؟ لا الغوت ما كاينش. سلعة مزيانة الثمن مناسب. ما ندور راسي ما كندورهم الثمن هو هذاك. دابا هذه هي التجاره ديالك اللي كندير؟ التجاره ديالي اللي كندير انايا. البيع والشراء في الحبوب في الاسواق الاسبوعيه. الاسواق الاسبوعيه هي. شنو تقول للمشاهدين والمتابعين والناس اللي تيشوفوك في هذا البث المباشر؟ كنقول لهم اللي بغى شي حاجه مرحبا به. والثمن مناسب. تيقول واحد المثل تيقول لك كل واحد تيقول فولي طياب. اي وهي فعلا كل واحد يقول فولي طياب. انا مشكور لك راسي راه واش القضيه بصح؟ واش كاينه بصح. دابا الا عندك الفول تقول لهم طياب. لا هي فعلا ولكن شوف الجوده الا عندك الجوده مزيانه راه اي واحد غادي يجي عندك. الا ما الا كتعامل مع المواطن مزيان راه اي واحد يجي عندك. إلا عندك الأثمنة إلا عندك الجودة والمعقول راه أي واحد غادي يجي عندك. كنت يعني كدير التخرويض راه حتى شي واحد ما غادي يجي من عندك. هذا الدومين هذا اللي أنتم فيه هذه القطعة اللي أنتم فيه فيه التخرويض فيه الخواض توا وفيه الغوط. فيه الخواض هذاك شوف الدومين كله الدومينات فيهم الخواض. عرفتي؟ بغيت تحلل بغيت تحرم مثلا بحال الغش اللي يقدر يوقع في حمام. كاين الغشية ولكن بالنسبة شوف الإنسان على حسب النية ديالو. احسب النيه ديالو. الا ما خصك انتوما ربما يغشوكم عاود الناس اللي تبيعوا لكم الا ما كنتيش معلم. لا خصك معلم مع الدم يغش فيك. انت راه كتشوف الجوده ديال الجوده كتشري راه كتشوف الجوده كيف كل شيء. وراه الحمد لله كنفكوا راه غالي كنفكوا السلعه كنفكوها. خدام على الوليدات بهذه الصناعه؟ خدامين عندي اربعه الوليدات كيقراو. انا عندي اربعه الوليدات كيقراو خدام عليهم بهذه المهنه هذه. وحده موظفه في الجيش. وحده الحمد لله توظفت ليا تبارك الله. من الدومين هذه؟ من الدومين هذه والحمد لله عايشين بخير ما عندنا شي ما خصنا شي. من ابناء المنطقه انت؟ اي من ابناء المنطقه انايا. انا راكران انا رانا انا ماشي بعيد انا ماشي بعيد على الناس. انا رانا انا عامل حنا حتى عاود البلاد. انا رانا عامل حنا حتى ماشي تبارك الله. الله يسخر. الله يبارك فيك شكرا. شنو عندك انت بالسلعه ديالك انت دابا باش نشوفوا السلعه ديالي؟ عندي الشعير عندي فويلات عندي الزراع عندي كلشي. شنو اللي غالي هذا اكثر من واللي غالي؟ هي القطنيه ولكن عندها الموسم عندها واحد 15 يوم. الجلبانه مع الحرث عاوتاني كتهبط ما كتبقاش. يعني المواطن كيشري 2 كيلو 4 كيلو 10 كيلو كاع ديال القطنيه ماشي شي حاجه يعني كبيره بزاف ولا هذه.
لا خي عبد السلام مع البدايه ديال اللايف شفتو جبد واحد واخي عبد السلام راه راه تا هو تاجر تا هو مزيان كيتعامل مع الناس راه كيتعامل مع راه كيتعامل تا هو مع الناس راه مزيان الله يعمر سلعه الحال نقولوا خلي فلوس قليله هو عنده الخير لا الخير موجود عنده هو كيقول لك بنادم شوف ما بيقولش عندي الفلوس واخا يكون عنده ما بيقولش انا عندي الفلوس لازم يخمن ايوا سبحان الله العظيم كيخمن العين واقيلا كيخمن العين كاينه العين هي كاينه العين كاينه العين الله يا ودي راه كاينه العين كاين العين وكاين السحر راه كاين في القران كاين القران الكريم والله يدير شي تاول بخير امين امين الله ييسر لك الامور اللهم امين الله يبارك فيك الله يرحم والديك جاو عندك الناس كلفوا الطياب قول لهم طيب طيب لا ما غاش هذا فليس منا واش ما طلعش عندي شوف ندي 400 حلال وما نديش 1000 حرام. كيدير الحركه في السوق عندكم هنا في سيف عام؟ لا الحركه مزيانه كيدير النيار ديالو والله على البركه شنو باغي الثوار. السوق عامر الحمد لله كاين الطلب كاين الطلب الحمد لله الخير موجود. كاين الطلب وكاين البركه تبيع 10 ما يقطع الله نصيب. بسم الله وتوكلنا على الله ما عمره يقطع الله نصيب. معاش نخرج للسوق؟ انا كاخويا كنصلي الفجر كنخرج للسوق. دائما. دائما. كنصلي الفجر كنخرج للسوق كنتوكل على الله بسم الله توكلنا على الله. وتخرج ترزق الله. كنترزق الله وكنرجع في الحياه عند وليداتي. الحمد لله. نخليهم لك والله اللهم امين الله يرحم والديك. شكرا. شكرا. هذه هي الاجواء السوق الاسبوعي مباشره من الحد تروال نواحي وزان لان نحاولوا نقربكم من الاجواء ديال السوق والاثمنه. رفقه المهنيين والتجار اللي تيشتغلوا في الاسواق الاسبوعيه واللي عندهم يعني درايه بالاثمنه وبالجوده وكل شيء. معنا خي عبد السلام هو من التجار ديال السوق الاسبوعي. تحيه لشوف تي في المراسل ديالها. نعم سي عز امر. دابا غادي نمشيو معك سي عبد السلام دقه دقه. نعم مرحبا. غادي نحاولوا نتحركوا من الاثمنه. نعم. ومن الجوده ودردشه مفتوحه مباشره عبر قناه الشعب قناه شوف تي في مباشره من قناه الشعب مرحبا بها والاثمنه مناسبه والخيرات موجوده. الفلاح ما احنا كنجيبوا السلعه كتشيط ما خصناش السوق يبقى ناقص الحمد لله. وفي الحركه الحركه الحمد لله. اتوكل على الله ونوض بكري الفياق بكري مذهب بشري قالوا لنا جدودنا قالوا قدامى والخيرات موجوده تلا بغيت تشوفها هي الخيرات موجوده مصوره. كاين الجلبانه ديال برا كاين ديال البلاد الفلاح كاين الفول كاين القمح فارينا بعناه الشعير بعناه الدراهم هي موجوده. الشعير كان ب 3 دراهم 3 دراهم ونص 4 دراهم الملاح الملاح فارينا تقريبا 76 3 دراهم و 80 فرنك. القمح حتى 5 دراهم ونص. كريم احسن قمح لا بغيت تصوروا راه هو فين هو يشوفوا المشاهدين ها هو هذا ها زيد قرب باش يشوف الجوده. كريم السفير السفير ديال القمح شحال شي فهاد القمح هذيك 4000 المود مليح هادشي المليح الجلبانه ها هي هذه ها هي ديال برا هذيك الفول هذيك الجلبانه ديال برا هضرنا على الفوق هذيك 13 درهم اجي هو مول 15 عاوتاني الا بغيت تشوفو هذاك 13 درهم هذا 15 هذا 15 درهم هذه الفصة 18 هذه 15 هذا 12 الفول 12 درهم هذه 20 درهم هذه 20 درهم هذه 24 درهم هذه 22 درهم جلبانه اييه هذا الفول بحال 13 درهم تبارك الله عندك السلعه هذه الدرا 3 درهم ونص الدرا هذه 3 دراهم ونص ديال الكيلو هذا فويلط ها هو العلف ولا زريعه ها هو 6 دراهم هذا في الصيف راه كداير 7 دراهم حتى 7 دراهم ونص في الصيف دابا راه شويه الحمد لله نقص الحمد لله والخيرات دراسه عند سيدي ربي غير تحرك يرزقك ما كانوا في الصباح يرزقك الا رحم الله هاد كل قضيه مزيانه زيد تحرك نطلبوا الله في الرواه ويلاه يغيثنا والله يغيثنا والله يغيثنا ولا غاتنا لا غاتنا سيدي ربي كل عام زين الحمد لله منا الله يرحم نطلبوا الله في الخير. انت دابا التجاره ديالك اخي عسلام هي التجاره في الحبوب التجاره ديما هكا ماشي مع الحبوب انا شتا وصيف دور دور العام
شريه بيع شريه بيع، احنا ماشي تمشي لعند الناس للدواوار تشري منهم. كاين الدواوار وكنهبط بالقصير القنيطره تازي فاس ناس هرمم وكرسنا. نعم كرسنا نمشي ليها حتى الهرمم ونمشي حتى بني ونجن. جيب بني ونجن لهم تونات ب 60 كيلومتر باش تجيب هاد السلعه. اي كرسنا لان كرسنا قليله هاد العام راه غاليه كرسنا. وشنو السر اللي تخلي الناس عندك كليان تبارك الله؟ انا من اللي ريح الكليان راك زعما هذه بقدره قادر الله سبحانه وتعالى والقبول. هما كيقولوا انا قاصع ولكن لا انا ما نديلوش ديالو دوزت الغرايب. دابا الناس ما خصنيش شي وليداتي خصني نجي ندير لهم الحلال. ما تتناقصش ممنوع بغا يدي الثمن عندي مناسب بغا يدي ما داش الله يسهل عليه يضرب في السوق. ما تغشش والله لا غشيت شي واحد ابدا. واش نغش شي واحد في الميزان؟ الميزان والقسما بالله الا السلعه كتجي تحط يقول لك زر راسي كتجيك الصوره مزيانه في الميزان. ما كاينش الغش في الميزان ممنوع قسما بالله. وجي عندي العين الرجل كيحطها ويقول سي شربوا تاي كيجيو عيالات كبار كل شيء اللي جا مرحبا به. ما ندي لا شي ديالها ابدا. لا ديت لا ديالها امشي ديالي حتى انا. الا ديت لا 100 ولا كيلو لا هذه امشي 20 كيلو مع العلم تكون فرصه. يعني ديك الدراوج مساكن ما عارفينش راه هذيك الدراوج خصك تتعامل معاهم فوق الجهد. صح صح وهذا كلام الحق. انا تنحاول المهم ما جاك الغلا لا تشري شي وجاك الغلا لا تبيع شي. جاك الرخال لا تبيع شي ديالك من ديالك شي. انا تابع السوق شريت بالغلا ديالك صافي. وكاين شي لحظات ماشي الشميت. نعم كيكون الفلاح السلعه كتكون طالعه هو ما عارفش يقدر تشريها منه هذيك يضرب بيع وشرا. تشريها منه مثلا ب 4 دراهم ويدوز واحد شهر ماشي حتى شهر تقدر من نهار تبيعها ب 5 دراهم. نعم ويقدر تشري ب 5 ب 5 دراهم وتبيعها ب 4 دراهم. نعم هذا بيع وشرا. هو السوق اللي كيقولوا بالمثل العامي كيقول لك السوق يهرس القرون لكل شيء. نعم السوق يهرس القرون لكل واحد. طلب زارك تشريها 100 ريال وتبيعها 120 وتشريها ب 80 وتقدر تبيعها ب 60. شنو اللي غالي دابا خا عبد السلام؟ دابا اللي غالي هي الجلبانه والفصا. الجلبانه والفصا. الجلبانه والفصا. تزرعوها الناس في السلام. ايوا ولكن عم ما كتخرجش بزاف. 4 كيلو 2 كيلو كيلو ونص الدرويش اللي كتعرف يدير ما يقشر ولادو صافي. كي داير الحركه في السوق ديال تروان؟ والله الا الحركه من برا السي عزيز بالله. نعم. انا بالنسبه ليا اللهم لك الحمد. السواق اللي كدير عبد السلام؟ كندير بني ربيعه وكندير سيدي دوما ساعه السوق سيدي دوما العيا شويه كندير عند الرج بني ربيعه وكنمشي لاتجاهات اخرى. كان بيع وشراء في جهه اخرى وثاني شري من هنا ودي لجهه اخرى وجي من جهه اخرى وجي من هنا. بحال دابا الدرا كنجيبها من واحد ديال التازي مره كنجيبها راسي ما كنجيب واحد السيد على حساب بالترونسبور. اي تعاونوا في المازوط ويجيب لك الوصل احسن. شكرا خي عبد السلام. يلا مرحبا بشوف تي في وبالمراسل ديالها وكل عام انتم بخير ان شاء الله. شكرا ونتمنى لكم التوفيق في العالم ماشي غير في المغرب. المغرب راه الحبيب. المغرب الحبيب ديالنا من طنجه للقويره ودور من تما واجي لحداده ام دريقه وطلع من تما تلفيقك وكوز الناظور واجي ترجع لتروى العاود ومرحبا بك الف مرحبا. بارك الله. يلا السلام عليكم. الله يعاونك الله ييسر الامور. كنا متابعي مشاهدي قناه شوف تي في تصريح مباشر مع التجار ديال الحبوب خاصه في الاسواق الاسبوعيه اللي تعرف واحد الحركه خاصه يعني في بدايه موسم الحرث او كذلك موسم الزيتون تكون واحد الحركه غير عاديه في الاسواق الاسبوعيه. وبالتالي قناه الشعب قناه شوف تي في تحاول تنقل لكم الاجواء مرفوقه يعني بتصريحات من اي مكان اثمنه مباشره من اي مكان من عند المهنيين والتجار اللي دائما تنحاولوا نقربكم من كل المواضيع وكل ما تهم المجتمع لا في الباديه ولا في مختلف المدن. فطاقم قناه شوف تي في يعمل ليلا ونهارا من اجل ارضائكم والتواصل معكم ونقل المعلومه في اقل من دقيقه بالمباشر. تحيه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.